وصلوا على النبي طه الذي حل الأناق بهديه ساد نبيه الأول من قبله هو صفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله اتبته أجرا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا كشفت العلا بجماله بلغ العلا بكماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله مع المدبرة إله جوابات تصعد من الأرض إلى السماء الصاروخ المدبر بجوابات تصعد بجواب الجواب سيدنا الشيخ طه الدعماني القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعمله النادره جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والكوكب النادر بمحافظه بطيرون وتلميذ تميز بمدرسة الشيخ شعبان الصياد نسعد سويا مع فضيلة الشيخ طه الدعماني يتفضل مشكورا ليبدو علينا ما يتيسر له من حياة الله الليلة بسم الله الكبر نذيرا للبشر
Thank you.
صور يا معاذ. وما يعلم الجنون ربك إلا وما هي إلا بالذكرى كم إلا هو دي الشغل مساء الفل دل على السلام Thank you.
صلاة النبي يا صلاة الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه أجاب أسطول يا أخي وما تكلم معهم شفاعة الشافعين بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا Oh,
شيخنا. الله يفتح عليك يا باشا. يفتح عليك يا باشا. نبعد. يفتح عليك. عليك يا عمري. كلا بل لا يخافون. الله يفتح عليك يا عم الشيخ طه. يا سلام عليك يا استاذ. امكانيات عاليه جدا. بنطول عالي جدا. وما يذكرون إلا الله أكبر. الله 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 الله. يا خير صلوا على سيدنا النبي. كمان يا عم كمان. اسمعها تاني. اسمعها تاني يا سيدنا. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل يوم القيامة. اسمع الجواب دي تاني يا سيدنا. نعم.
إذا بلغ البصر وخسف القمر وجوب الشمس